عاجل، زلزال يضرب سواحل دولة خليجية قبل قليل، وإليكم التفاصيل. هزة أرضية متوسطة بقوة 4.9 درجات تهز بحر العرب قرب مدينة صلالة في يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر 2023. سجلت هزة أرضية متوسطة في بحر العرب بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر في تمام الساعة 4:38 مساء اليوم. يقع مركز الزلزال على بعد حوالي 279 كيلومتر جنوب شرق مدينة صلالة في سلطنة عمان. شعر بعض السكان بهذه الهزة، ولم تردنا أي أخبار عن وجود أضرار، ولكننا لا نزال في انتظار التفاصيل الجديدة. سنوافيكم بكل ما هو جديد، فلا تنسونا باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لدعمكم الكبير، وإلى اللقاء.